ما كنت تستطيع شراءه اليوم بدولار واحد ستحتاج غدا لدولارين لشرائه. ببساطة هكذا يعمل التضخم. التضخم هو الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، لتصبح نفس كمية الدولارات قادرة على شراء كمية أقل من السلع والخدمات. على سبيل المثال، إذا ارتفع معدل التضخم بنسبة 2% سنويا، فإن سلعة كانت تكلف 100 دولار هذا العام ستكلف 102 دولار في العام المقبل. لذلك يعتبر التضخم العدو الأول لمدخراتك بالنقود الورقية، لا سيما إذا كنت تفكر بالادخار كوسيلة للوصول للحرية المالية. إذن كيف تحمي نفسك؟ استثمر في الأصول الثابتة كالعقارات والمعادن الثمينة للحفاظ على قيمة مدخراتك. لا تعتمد على نوع واحد من الاستثمارات، ووزع استثماراتك في أصول مختلفة. استثمر في أسهم الشركات التي ترى لها مستقبلاً ناجحاً وقد تحقق لك أرباحاً مع مرور الزمن. وأخيراً، ضع خطة مالية واضحة تتضمن ميزانية واحتياطات للطوارئ. سيساعدك هذا على التكيف مع الزيادات في الأسعار ويقلل أضرار التضخم على مدخراتك. للمزيد من المعلومات تابعونا على Financial Freedom Today.